القبر وصية إخفاء وإعفاء هارون والظبا. 75 الخيف في مكة في فرحة الغري عن صاحب قرعة ترعى الشراب. إن أمير المؤمنين عليه السلام مدفون بالخيف. 76 في قبر المغيرة بن شعبة قالوا كان أبو جعفر الحضرمي مطيا ينكر أن يكون القبر المزور بظاهر الكوفة قبر علي بن أبي طالب عليه السلام. كان مطيا يقول لو علمت الرافضة قبر من هذا لرجمته بالحجارة، هذا قبر المغيرة بن شعبة. وقال مطيا لو كان هذا قبر علي بن أبي طالب عليه السلام لجعلت منزلي ومقيلي عنده أبدا. 77 قال الإمام الباقر عليه السلام والله ما معنا من الله براءة ولا بيننا وبين الله قرابة ولا لنا على الله حجة ولا نتقرب إلى الله إلا بالطاعة. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وأملي لهم إن كيدي متين، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. المهندس الصرخي الحسني.